أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. نبدأ حلقتنا اليوم من خلال سلسلة حلقاتنا عن الكتب العالمية الممنوعة، واليوم نقدم كتاب السلطة السوداء من خلال ثلاث حكايات ولدت مع الكتاب ومع مؤلف الكتاب. الحكاية الأولى حكاية المنع. يعتبر كتاب السلطة السوداء من الكتب الأمريكية التي طالها المنع بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبر الكتاب في نظر السلطات الأمريكية أنه تحريضي ويدعو إلى العنف، لذلك تم سحبه من الأسواق ومن قائمة الكتب الأمريكية المتداولة. لكن ما قصة هذا الكتاب؟ السلطة السوداء كتاب للسياسي والكاتب ستوكلي كارمي مايكل، المولود سنة 1941 بترينيداد وتوباغو، والذي أصبح قائدا للحركة المدنية للسكان الأمريكيين من أصل إفريقي بالولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى التاريخي يحيلنا الكتاب لمفهوم السلطة السوداء، وهو في الأصل شعار سياسي ارتبط بالعديد من الإيديولوجيات، وقد استخدم هذا المفهوم من قبل مختلف الحركات المدنية للدفاع عن حقوق السود في جميع أنحاء العالم، وبالخصوص من قبل الأمريكيين الأفارقة بالولايات المتحدة الأمريكية. حفظت السلطة السوداء كحركة على وجودها البارز داخل المجتمع الأمريكي ابتداء من الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين الماضي، مؤكدة على كبريائها وبالموازاة على إنشاء مؤسسات ثقافية وسياسية للدفاع عن مصالحها الجماعية للمواطنين السود، وتعزيز قيمهم وضمان استقلاليتهم. السلطة السوداء تعبير عن أهداف سياسية مختلفة للسود وللدفاع عن مصالحهم ضد الاضطهاد العنصري، والدعوة إلى إنشاء مؤسسات سياسية وأنظمة اقتصادية منفصلة تشجع الحركة المدنية للسود، بل وتساعد أيضا في خلق فكر أسود راديكالي ضد ما كان يعتبر قوة بيضاء واضحة بمواقفها وتفوقها. في الكتاب أو حكاية ثانية السلطة السوداء والنضالات المريرة، ظهر أول استخدام لمفهوم السلطة السوداء عام 1954 في كتاب ريتشارد داريت بعنوان السلطة السوداء، وقد يكون أول من استخدم هذا المفهوم بمعناه السياسي ككاتب ومحرر صحفي بين 1950 و1970، واستخدم السياسي آدم كلايتون باول جونيور بنيويورك هذا المفهوم في 29 مايو 1966 خلال مؤتمر في جامعة هوارد للمطالبة بالحقوق التي منحها الله بتعبيره
للسعي وللحصول على سلطة سوداء. يقدم الكتاب الكثير من الوقائع التاريخية والكثير من الأحداث في قلب الصراع حول الحريات المدنية والنضال عليها من طبيعة الحال، وهي لم تمنح هباء بل انتزعت انتزاعا عبر نضالات مريرة. الحكاية الثالثة كتاب السلطة السوداء بنبرة الاحتجاج والنفي. يقدم كتاب السلطة السوداء صرخة مدوية للكفاح ضد الميز العنصري وضد العنصرية، ويقدم فكرة عن برنامج حيوي للشباب السود للمطالبة بالحقوق المدنية بنبرة الاحتجاج ضد الليبرالية الأسود. يقول الكاتب في الصفحة 165: من المفترض أن يكون أشخاص صالحين ونحن نفعل ونعتقد أنه من واجبنا، ولكن لماذا ضربونا إذن؟ لماذا نصل إلى مطالبنا؟ لماذا لا يتم إصلاح الأمور؟ بعد الاستمرار لفترة طويلة في هذا الموقف ابتعدنا عن نقطة البداية لأن موقفنا كان ضعيفا، لم يعد بإمكاننا الانتظار والاستمرار في المسيرة برؤوس مكسورة لنقول للبيض انظروا كونوا أشخاصا صالحين لأنكم لستم أشخاصا صالحين، ولقد اكتشفنا ذلك بالفعل. يقدم الكتاب فكرة واضحة عن مسيرة الحركة المدنية للسود بالولايات المتحدة وعن نضالات طويلة أثمرت في نهاية المطاف عن انتزاع بعض الحقوق وعن التضحيات الجسيمة والكبيرة لفئة عريضة من الشعب الأمريكي عانت الأمرين. أثمرت هذه النضالات من طبيعة الحال عني على الجانب الشخصي. تعرض الكاتب والسياسي ستوكلي كارل مايكل للنفي من طرف السلطات الأمريكية انتقاما منه إلى غينيا عام 1969 إلى جانب زوجته المغنية الشهيرة مريم مكيبة ذات الصوت الإفريقي، وأصبح مستشارا للرئيس أحمد سيكو توري، وغير من اسمه ليصبح كوامي توري تكريما لغينيا التي استقبلته. خلاصة القول: يختلط في هذا الكتاب الممنوع مسيرة الدفاع عن الحركة المدنية للسود الأمريكيين وتوثيقها في كتاب السلطة السوداء وتزعم السياسي والكاتب لهذه الحركة كزعيم سياسي تعرض للتضييق والمعاناة والنفي والإبعاد لمواقفه الشجاعة والباسلة وصراحته وجرأته في الدفاع عن السود الأمريكيين وفي نقد ما يعتمد داخل المجتمع الأمريكي من فروقات صارخة ومن ميز عنصري. توفي الكاتب عام 1998 بغينيا وفي القلب غصة عن النفي والرمي والتهجير والإبعاد، بعيدا كزعيم تاريخي لحركة مدنية ولحركة حركت
المياه الراكدة ضد الرجل الأبيض وادعاءاته بالديمقراطية الكاذبة. نأتي أيها السادة والسيدات على نهاية حلقتنا، على أمل أن تتجدد حلقتنا. كل الشكر لتواصلكم ولدعمكم. كان معكم عبد الله الساورة، وإلى لقاء متجدد. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.